يتعمر في الترينو، ترينو الكرم اللي معناتها زود معليه ناس براكي والناس اللي في الباكونة الكل، معناها الناس مرعوبة، الناس يظهر لي نحاولهم معناتها تليفوناتهم لهذا اللي فوقوا حاجة نحيوهيلو. التفاصيل هذه ناخذوها من عند أيوب العبيدي. صباح النور أيوب. عسلامة صباح النور. مرحبا بيك. يعيشك. دونك البركاج المرعب هذية في محطة الكرم تحديدا، معناها طلعوا من الكرم، تحكي لنا التفاصيل كيفاش الساعة؟ أنا كنت في يوم الأحد مشيت للسيد روحت مع 3:30 بالضبط، يعني وصلت للستاسيون تاع الكرم بعد الستاسيون معناها فما أري واحدة أخرى. إيه. تراح بس فم معناها أنا وقتها وصاحبي. كحبتنا غادي ماهيش باهمي شيء، نحسوا في ثم غرب وثم ضغط نتاع البيت وكل شيء، ونساء بديت تعيط، انا مازلت ماهيش فاهم شيء. لحظه، معناتها الترام بعد ما مشي وقف، يعني هما وقفوا الترام كريمو بعد المحطه. بعد ثم ستاسيون بعد الكرم واحده اخرى. دونك هو وقف بطبيعته في المحطه هذيك. وقف بطبيعته. ايوه اي. احنا كوصلنا غادي يعني هادو علينا هذوما العبيد بالسكيك ديريكت مش بيك اول ما عملوا معناها انك قداش من شخص اللي هجموا في قرابه 30 شخص وقتك هادو مع بعضهم مراهقين يعني اغلبهم كلهم مراهقين هادو كسروا 30 شخص عنهم. عصابه معناها اي عصابه بالطبيعه عصابه متكونه من افراد هذوما مراهقين يعني اكثرتهم شبان مراهقين حاسيلو شدوا الحجر وبداوا يضربوا ويكسروا في كل شيء هما كي سكروا بيه احنا المواطنين اللي معانا برشا سكروا بيه ما خلوهمش باش يدخلوا يا اخي قطعوا يكسروا يضربوا بالحجر الكبير البولار الكل تنطر على قوه معناها الضرب نتاع الحجر البولار تكسر وتضرب على النساء وعلى الصغار برشا 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 صغار ضربوا على وجوههم نساء تنجرحوا في وجوههم ويتعايطوا برشا نساء داخل ثم ثلاثة كعبات داخل معناها نساء هذوما كبار نساء بعد كيك دخلوا من المكعبات كل شيء هذو في العباد نحوا التليفونات ونحوا المناكل واللي عنده كاسكيت هذا نحوها كل شيء وثم حتى حاجات اخرين نحوهم من الضغط هذاك والعباد تعيط ماهيش فاهمين شيء مازالوا يكسروا وادو يعني هما دخلوا كعباد معنا في الدار ومن غادي هما من برا مازالوا يضربوا من غادي. في الضغط هذاك ماناش فاهمين شيء ومن الفجعه ومن الارتباك معناها ثم اللي خم المواطنين كيفاش كانت الرياكسيون نتاعهم اللي في الفاقونه؟ يعني المواطنين كيفاش كانت الرياكسيون نتاعهم؟ كيفاش ردت الفعل نتاعهم؟ كيفاش كانت؟ فجعة كبيرة ممكن قلت لي أكثرية المواطنين لا معناها حاولوا يتصدوا للحكاية وإلا قعدوا خايفين كلهم خايفين كلهم يعني حقيقة كلهم قعدوا خايفين يعني في الأول خاطرهم بالصغار هم بنتين معناها والرجال زادة كيف قعدوا خايفين قعدوا خايفين يعني أما لكن من حسن الحظ ثم شبان بحذايا معناها برشا يعني مجموعة كبيرة برشا 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 يعني بالفجعة نتاعنا لقينا روحنا متورطين يعني ما نجموش تي يعني لكن ما نقربوش في اللحظة هذيك باش نموتوا يعني قضية حياتها وموت نجم تدير لنا أي حكاية. إيه؟ بعضنا بدينا نتعايط ونتعايط ونتعايط صار يعني صار شوية ثم تكسير نتاع البلار كل شيء ثم شو اسمك البيران هذاك نتاع الحديد. قاموا نحيناه مع بعضنا وشي باش نقوم معناها كسلاح وسيله الدفاع وحلينا الباب ونلقاو قدامنا معناها هما لقاونا برشا برشا احنا تجمعنا معناها هذا الكل قعد الباب مسكر كي طلعوا هما كي هما كي طلعوا من بعد الباب مسكر يعني قعدوا كعبيد من بعد احنا خلعنا الباب احنا المواطنين احنا الشبان خلعنا الباب باش خاطر ما فماش حتى وسيله ليه تعرف علاش ايوب نقول لك هكا معناها الشوفور اللي سوق في الحاله هذيا ما يخليش الباب مسكر هذا شنو؟ معناه مش توصلوا انتم تخلعوا الباب، معناتها يحل الباب باش تنجم تتصرفوا. الشوفير بيدو كان مفجوع ومن ثر ترى وقتها ترى ياخذ في الهواء يعني مازال يشارجي في الهواء نتاعو باش يكمل يواصل المسيره نتاعو. يعني من ظهره وعمل يعني اعتبارها قير في حكايه الفرص نتاعو. في الوقت هذاك احنا خرجنا كل هدينا ما بعملنا زي اخر لحظه يعني كي شفنا احنا دمومات كلها خارجه من وجوه العبيد ونساء وصغار وكل شيء مازال يعني دورنا احنا دورنا يعني الضرب وغيرنا واحنا باش يجي الدور نتاعنا. فما اضرار خطيره صارت فما شكون ضر فما اضرار خطيره معناها فما شكون تجرح جرح خايب. انا شفتهم قدامي كل برشا ثم نساء داخلين وصغار والمراهقين برشا اللي معانا الضرب الكل على وجوههم مجروحين مجروح ثم اللي في الكرو نتاعو المحطة نتاعو ثم الوجه ثم بعد عينه يعني برشا اضرار كيما متشابكه من شخص الى اخر.
فالحين في الوقت هذاك احنا هدينا مع بعضنا يعني بظهرنا ثم في التنسيون ثم حجر متواجد هم يضربوا مغادي واحنا بدينا نضربوا احنا هو يضربوا هم يضربوا هو يضربوا احنا يضربوا بقيت تحكي معناها نص ساعة كما هكاك هم يرجعوا حسونا معناها نص ساعة يعني وقت راه طويل نص ساعة انا على حد علمي اللي ثم الكاميرا موجودين في المحطات وفي بالي حتى الترام بيدو وليت فيه كاميرا باش يفيقوا ما فما شيء ما فماش كاميرا جملة أصلا هو بيدو شوفور احنا كمشينا مشينا معنا مفجع مجموعة انقفنا مجموعة تضرب مجموعة مشينا للشوفور الشوفور القوة مفجوع والترام ما يجيش يخدمه معناها في اللحظة هذيك ما حاولش يتصل بالأمن الشوفور ما حاولش يتصل يعني مش هو مفجوع أول حاجة يعني مش أول مرة تصير اللي تقبل تذكرتها الزلمج هدو يعني كما هكا بالحجار كسر القذينة متاع الشوفور بل معناها اللي تقعمله الراهي الشوفور هرب بيدو هرب يعني سلكها هو الروح وخلى يعني المواطنين معلقين وقتها بمواجهة مع العصابة هذوما معناها قد يكون زاد معناها من الأطراف الأخرين تابعينها في اللحظة هذيك حاطين نكمل لك يعني الموضوع بقينا نتضاربوا وما بعد نتضاربوا هم يضربوا من غادي وحنا نتضاربوا هم يضربوا من غادي ونتضاربوا في نفس الوقت يعني عياط وحس ونساء بيخلى بعضها مش فاهمين حد شيء يعني حالة ما نحكيلكش يعني شوكي معناها حاجة كبيرة برشا اللي صارت يعني وهي في قضية يعني قضية ديما باعتبار يومية مواطنة يعني مش أول مرة تصير لي أنا قبلت صار لي خمسة بركاجات يعني أنا تجيون على الأخرى ما تصير مش أول مرة تصير وديما ديما في الكرم نعم وديما في الكرم بالنسبة لك أنا صاروا لي قبل بركاجات في باب الخضرة في لفايات فما في باب الحر بالنسبة للكرم زملائي اللي قراوا معايا صاروا لهم بركاجات لحالهم التليفونات نتاعهم وقبل يجي الأمن راهو الأمن يجي صحيح يجيك يسمع صارت الفاتة كما هكا صارت يجي يبقى نهاريا معناها يوري وجهه كل شيء أو كوم كوا يعني هنا موجود كل شيء ومن بعد يفر ديريكت ما يبقى حتى أمن معناها لا ما في احنا في فترة الانتخابات سمعنا ياسر على الأمن اللي باش يكون موجود خاص بالنقل وباش يكون موجود ديما وباش يحمي المواطنين سواء كان في المترو ولا في التران ولا في الكار دونك هذا الكل معناتها مش موجود اي هذا الكل مش موجود يعني هما يسمعوا مثلا مشكلة صار كيما هكا نتاع بركاج ولا حاجة يجيو وراها يبدو يشرشوا على البيت اللي هما عملوا بركاج العصابة هذه هما ما يوفيوش أصلا راهي باني يعني ريت المشكلة فيه وسط الاجتماعي يعني متواجد غادي في الأحياء الشعبية هي بؤرة توتر كبيرة ياسر يعني تخرج في عصابات ماهيش دونك قاعدة كمل لي الحكاية نص ساعة وأنتم قاعدين أنتم يضربوا وأنتم تضربوا كيفاش وفات الحكاية؟ وما هو يا اخي من الاخر تجمعنا الكل الشباب زاد في القبيله الاخرى تاو يشوف معنا هم يضربوا واحنا نضربوا لين كملنا هم بداوا يوخروا بداوا يوخروا بداوا يوخروا هيك هم هربوا هربوا على ارواحهم واحنا رجعنا معناها بقينا لهين يعني تم شيء اللي جابوا تبع سكر دقيقه وجا الامن نعم الامن في الفتره هذه جاي ولا مازال؟ ما جاش ما فماش امن وما جاش اصلا الامن ما وصلش جاي بالكل معناه ما جيش بالكل الأمن ما جيش معناه انتم بعد ما كملت الحكاية هذه توجهتوا للأمن ولا ما عملتوا شيء زيدا؟ ما عملنا حتى شيء يعني المواطنين يعني قعدنا نواسوا في بعضنا المواطنين مكثر المواطنين ثم برشا منهم مضروبين ثم اللي مضروب من ثم طيح له السكر ثم البايخين زيادة دايخة والصغار مرعوبة على الآخر كاو معناها قعدوا يواسوا في بعض المواطنين منه ومنه هذاك شبيه هذاك شبيه هذاك شبيه ومن بعد الشوفير كاو قدم الترا ومشينا كملنا الثنية نتاعنا فهمت؟ هو معناها هذيك حد اللحظه حتى حد ما صور تليفون ومشهد هذا العبيد شوف العبيد هم اللي في العصابه كيهدوا علينا هم نحاو في التليفونات نحاو التليفونات اي نحاو التليفونات وجاء انا فيدي انا خبيت التليفون نتاعي انا كنت لازم نصور لكن انا معناها التليفون خبيته في جيبي حتى زميلي زاد خبيت التليفون في جيبه العبيد ما جبش تثبت حد شيء هم اللي ناديت نتاع العبيد نحاهم الكاسكاتات نحاهم مونجاليز نحاهم لما اكيد حتى كان انتم ما بلغتوش الحادثه هذه اكيد راهي وصلت الامن بيان سور بعد اللي صار واكيد بلغوهم بالمشكله هذه حكايه محطه نتاع الكرم وخاصه معناها التجيام بصفه عامه فيها برشا مشاكل من النوع هذه مش الحكايه هذه بركة ايوب خاطر الناس تحكي على بركاجات متواصله في الزون هذه ان شاء الله الامن ياخذها بعين الاعتبار واحنا انت صوتك توا وصلناه باش الحكايه هذه توصل للمسؤولين عندك حاجة أخرى باش تقولها أيوب؟
أنا أقول راهو برشا زملائي، نحب نقول برشا زملائي اللي قرأوا معايا زادة الكرتاج، يعني ثم برشا بنات سنسيبل، معناها هما وصلوا برشا تعرضوا بركاجات، ثم اللي برشا تزال على قراية، يعني قال لك أنا كنت وسط، معناها رأيي أموري واضحة مع عائلتي كل شيء، جيت لهنا ببركاجات وكل شيء، ما عادش يساعدني إني ما عادش نجم نقرأ، يعني ثم مش كل واحد كل واحد الكاركتير نتاعه، يعني تعرضوا برشا مشاكل برشا بركاجات، ما عادش يساعدهم إنهم باش يجيو يقراوا معايا، ثم اللي رخى على القراية جملة معناها. لا ما يلزمش الحاجات هذه تخليهم حاجة عظيمة ونبيلة كما قرأت ويبطلها، يلزم الناس تتعلم تقف مع بعضها ويوصلوا الحكاية الأمن ويخليوا الأمن يتصرف وقدرة ربي كل شيء يبدأ لباس. يعطيك الصحة أخوي. أنا خالي يقرأ في الأرشيفكتير في سيري وسعيد في سلام في قرطاج بيرتا غادي، تصور انت مع حل في باب نتاع البيت نتاع الدار نتاعو ويجي واحد من داري يحط السكين في الرقبه نتاعو ويقول له راك تتحرك تحريك نكمل لك السكين، التراث نتاع السكين تو موجود في الرقبه نتاعو، نحاولوا التليفون نتاعو نحاولوا النوت نتاعو وهو اتيديون معناها وهو قدام باب دارو. نعم وهو قدام باب دارو قدام باب داخل المفتاح معناها تبلوكيه ديريكت، هما يعني يعيشوا عليه، يعني العباد اصلي يعيشوا ريسي هما يصدقوا في الاتيديونات، اذا العباد دواله معناها تخدم تحب تقرا على روايحك وشيء، هما يعني يمشيوا لك العباد الضعيفه المساكن العباد البسطاء كما الاتيديونات وكما المشكله هذه مشكله كل يوم مشكله كبيره كبيره مشكل يعني البركاجات يوميا مواطن حاجه نورمال معناها ولاد في البيت حاجه كانت حاجة بيزار قبل توت حاجة نورمال يسمع بركاج نورمال ليه مش نورمال ليه مش نورمال عمرها ما كانت نورمال وحاجة خطيرة برشا يعطيك الصحة أيوب هذا علاش احنا حابينك تتدخل وتوصل صوتك باش الحكاية هذية بالحق يلزمني